النهاردة الأربع 6/3/2024، اليوم اللي مكتوب له يبقى مشهور. النهاردة يا جماعة حصل اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، حصل فيها ايه بقى؟ القرارين، القرار الأولى تحريك سعر الصرف، يعني ايه عبد الفتاح بالبلدي؟ تعويم. الحاجة التانية زيادة الفايدة. خلينا نشرح لك بقى اللي حصل. حصل يا سيدي رفع سعر النهاردة للفايدة على الإيداع والإقراض الليلة الواحدة بواقع ايه؟ 600 نقطة أساس بالبلدي، يعني 6%، علشان يوصل كام؟ 27.25 و28.25 تقريبا على الترتيب كده. واللي حصل ده بالمناسبة كانت حاجة متوقعة يا جماعة. طب السؤال بقى، طب هو ليه حصل تعويم او تحريك يا عبد الفتاح طالما جالنا فلوس وعاملين نسمع راس الحكمه وراس مش عارف مين ومين؟ بص، هي ما بتتحسبش كده يا صديقي، وما بتتحسبش كده بجد، يعني انا عارف مين جه في دماغك دلوقتي، بس احنا دلوقتي بنتكلم بجد. بس اللي اقصده يعني ان علشان يجي لك بقيه الفلوس والاستثمارات والتدفقات ديت فكان واجب عليك التعويم ده، غير كمان ان انت عايز تكبح التضخم، كمان ان انت محتاج ايه، وده الاهم من وجهه نظري، انت محتاج شهاده ثقه للدول كلها والعالم. من مين؟ من صندوق النقد الدولي. عايز اقول لك ان دلوقتي وانا بصور لك الفيديو دوت ان سعر الدولار في البنوك زي السي اي بي او غيره وصل ما بين 43 ل 45 جنيه، ودوت ليه يا عبد الفتاح؟ لان هو متساب للعرض والطلب. طيب الذهب هيحصل فيه ايه يا عم عبد الفتاح؟ بص، اعتقد ان هو على احسن الظروف هيثبت، ده لو ما قلش زي ما انا متوقع ان هو هيقل شويه. ليه بقى؟ لان في شريحه كبيره جدا من المجتمع او من المصريين اللي هيحصل هيجري يعمل الشهادات اللي البنك الاهلي وبنك مصر عاملينها. ايه بقى الشهادات دي يا عبد الفتاح؟ شهادات نازله لمده 3 سنين ب 30%. طب السؤال الاهم بقى، هو الوضع هيروح على فين او ايه تفاصيل اكتر؟ وسامعين استثمارات كتير جايه، ده هيكون لي فيديو تاني ان شاء الله هينزل هيشرح لك كل حاجه بالتفاصيل. في النهايه نتمنى يا رب خير الايام اللي جايه، وشكرا ليك.